تتكلموا على القضاء وكتعزلوا وكتجبدوا وتقولوا اللقاحات وهذا وهذا، علاش ما تكلمتيش على القنيطره؟ علاش ما تكلمتيش ما صدفه تكلمتوا على بعض المواضيع معينه؟ ماشي صدفه، مواضيع تكلمتوا فيها لمده سنتين وما كلمتوش، شربتوا بها وعشتوا بها والجرائد تمعشات فيها لمده سنتين، وين كتكلم على موضوع مجلس الاعلى للحسابات قال ما فيهاش اختلاسات، تكلم على واحد مجموعه الاسئله جاوبنا عليها في حينها في وسائل الاعلام، يعني موضوع اختلالات السيد، اختلالات ماشي اختلاسات، تكلم على واحد النقاط معينه اللي جاوبنا عليها، قال علاش ما كتشراش هذه اللقاحات من اليونيسف؟ لعلمك السي العمري ما كتشراش الى اليوم من اليونيسف، وقال ما محتاجينش ليها، ولعلمك السي العمري مازال كنشريوها.